السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول حاجة لأخواتي وحبايب قلبي، أنا زعلان إن في فيديو نزلته امبارح واتحذف. ليه؟ لأن أنت ما شفتهوش. بس أنا مش زعلان على الفيديو إن هو اتحذف، زعلان إن الناس ما شافتهوش. طب خلي فيديو من اللي اتشاف كده يتحذف عادي، لكن ده لسه ما اتشافش. فالناس اللي بتحذفه دوت، ولا الناس اللي بتعمل فيا بلاغات، ولا الكلام اللي انا بسمعه ده؟ طب يا حبيب قلبي، ما انت عندك عيال بعد ما حضرتك تموت وانا ميت. عندك عيال عايزين ياكلوا حاجة نظيفة، محدش هيبطل الاكلة ديت. احفادك، حد من عيلتك، اي حد يا غالي، اي حد. فليه بتعمل معايا كده؟ ليه؟ الساعة الوقت 4 وأنا هقول لك كلمة واحدة. 4 قبل الفجر، ها؟ قبل الفجر. الله يهدينا ويهديك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده ذكر من أذكار الصباح والمساء، مش بحاسبن عليك. بس عايز أقول حاجة، يعني إن إحنا وقت وهنمشي، كلنا لينا فترة في الدنيا وماشيين. فأنا ماشي، قبل ما امشي عايز اوضح للناس واوريهم الصح من الغلط. الناس اللي انت شايفها دي كلها، بص الناس قد ايه، واخد بالك؟ الناس نايمين، الناس من اجل الدنيا نايمين مستمتعين، ومن اجل الدين مش موجودين. مش موجودين. المهم الناس دي مني ومنك، احنا كلنا اخوات. فسيب الفيديوهات تمشي عشان كله يستفاد. هقول لك ايه تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.